الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا الخاتم الأمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله والأصحاب. ما لمع سراب وهمع سحاب وقرئ كتاب، سيدي يا رسول الله أضاءت بك الدنيا فعشت ممجدا، وغبت عن الدنيا وما زلت سيدا، عليك سلام الله في كل خفقة، فقد ماتت الأسماء إلا محمدا. أهلا وسهلا بحضراتكم، ويتجدد اللقاء في هذه السلسلة المباركة، سلسلة الزهد والرقائق، وموعدنا إن شاء الله مع خاطرة بعنوان التوكل على الله عز وجل. التوكل على الله عز وجل، معنى التوكل إيه أيها الحبيب المبارك؟ التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في استجلاب المصالح ودفع المضار في أمر الدنيا والآخرة. تاني، التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في استجلاب المصالح ودفع المضار في أمر الدنيا والآخرة. وقد جعل الله عز وجل لكل عمل من أعمال البر ومقام من مقاماته جزاء معلوما، وجعل نفسه جزاء المتوكل عليه وكفايته. فقال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ثم قال الله عز وجل في التوكل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين. وقال الله عز وجل في التوكل: ومن يتوكل على الله فهو إيه؟ فهو حسبه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال الله عز وجل: أليس الله بكاف عبده. فطالب الكفاية من غيره هو التارك للتوكل. أليس الله بكاف عبده؟ وقال الله عز وجل: وكفى بالله إيه؟ وكفى بالله وكيلا. وكفى بالله وكيلا. أيها الحبيب المبارك، يعني ينبغي أن يعلم أن التوكل من أعمال القلوب وليس من أعمال الجوارح، فليست هناك منافاة بين التوكل وبين الأخذ بالأسباب. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم المتوكلين على الله عز وجل، فهذا حاله والكسب سنته صلى الله عليه وسلم، فمن عمل على حاله فلا يتركن سنته صلى الله عليه وسلم. يبقى إذا عدم الأخذ بالأسباب كما يقول العلماء طعن في التشريع، والاعتقاد في الأسباب نفسها طعن في التوحيد. يبقى خلي بالك بقى، لأن هي شعرة كده: عدم الأخذ بالأسباب طعن في التشريع، والاعتقاد في هذه الأسباب طعن في التوحيد نفسه. طبعا في ناس بيقول لك يعني سيب بقى الأسباب دي كلية وتوكل على الله عز وجل، ولا يأخذون بالأسباب، ويعني لا يحسنون العمل. ويعني سيدنا الحسن البصري كان يقول في هؤلاء: كذبوا والله، يعني لو أحسنوا التوكل على الله لأحسنوا العمل. والذين يقولون بترك الأسباب جملة ادعوا لأنفسهم حالا أكمل من حال النبي وحال أصحابه، إذ لم يكن فيهم أحد قط يفعل ذلك ولا أخل بشيء من الأسباب. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في يوم أحد ظاهر بين درعين، ويعني لم يحضر الصف قط عريانا، أخذ بالأسباب أهو، استأجر دليلا مشركا على دين قومه يدله في الهجرة. النبي كان يدخل لأهله قوت سنة، وهو سيد المتوكلين على الله عز وجل. كان النبي إذا سافر إلى جهاد أو حج أو عمرة يحمل الزاد والمزاد وجميع أصحابه، وهم أهل التوكل الحقيقيون على الله عز وجل. لو الأمر بقى كده، لا ماخدش بالأسباب بقى، ويعني أروح في أي مكان ما معيش لا زاد ولا غير وأنا متوكل على الله عز وجل. لا طبعا، هذا ينافي ما كان عليه النبي وأصحابه الأماجد رضوان الله عليهم. فحقيقة التوكل أيها الحبيب المبارك هو اعتماد القلب على الله وحده، والثقة به وحده، والسكون إليه وحده، والطمأنينة به وحده، لعلمه أن حاجته وفاقته ودراوته وجميع مصالحه بيد من؟ بيد الله عز وجل، لا بيد غيره. فأين يجد قلبه مناصا من التوكل بعد ذلك؟ يعني طبعا كلنا مقصرون أيها الأحبة الكرام في هذا المعنى. نسأل الله عز وجل أن يرشدنا في صدق التوكل والاعتماد عليه. للأسف يعني في أي نازلة بتمر بالإنسان دايما يفكر في المخلوق، وسبحان الله هذا المخلوق يعني هو في أمس الحاجة إلى الله عز وجل أن يقضي حاجات، ولا يملك لنفسه دفع ضر،
ولا جلب مصلحة، ولكن هي محض توفيق الله عز وجل. فصوب الوجهة، يعني أسأل الله عز وجل لي وإياكم أن يرزقنا صدق الاعتماد والتوكل عليه وحده، وألا يعلق قلوبنا بالمخلوقين. اللهم آمين. لما نيجي نبص كده في الأعمال اللي الإنسان بيعملها أو العبد بيعملها، تلاقي يعني أحد هذه الأعمال، أولا طاعات أمر الله عز وجل بها عباده وجعلها سببا للنجاة من النار والدخول في الجنة، فهذا لابد من فعلها مع التوكل على الله عز وجل فيها والاستعانة به سبحانه وتعالى. يبقى أول حاجة أمور الطاعات، لا حول ولا قوة إلا بالله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فمن قصر في شيء مما وجب عليه استحق العقوبة في الدنيا والآخرة شرعا وقدرا من الله عز وجل. عشان كده يوسف ابن أصباط كان بينصح العاملين ويقول اعمل عمل رجل لا ينجيه إلا عمله، وتوكل توكل رجل لا يصيبه إلا ما كتب الله عز وجل له. يبقى أنت في طريقك إلى الله عز وجل تعمل العمل وتكد فيه، كأنك يعني سبحان الله ليس هناك يعني رجاء في أي شيء، لن ينجيك إلا هذا العمل، ثم إذا توكلت على الله عز وجل تعلم تماما أنه لا يصيبك إلا ما كتبه الله عز وجل لك. نسأل الله عز وجل يعني أن يعلق قلوبنا يعني بالإيمان العامل، لأن دي مسألة فاصلة أيها الإخوة الأحباب، يعني بين يعني استقامة القلب واستقامة الحال وبين الأمراض النفسية إلى غير ذلك. ويعني سبحان الله كلنا يعني نصاب بمثل هذا. نسأل الله عز وجل أن يقوي قلوبنا بالإيمان وأن يعمرها بحسن التوكل عليه جل وعلا. يبقى القسم الأول قسم الإيه؟ الطاعات اللي أنت مأمور أن تفعلها لله عز وجل. القسم الثاني ما أجر الله عز وجل به العادة في الدنيا، أمر به عبادة بتعاطيها، زي الأكل مثلا عند الجوع، الشرب عند العطش، الاستظلام من الحر، التدفؤ من البرد ونحو ذلك. ده أيضا واجب على المرء تعاطي أسباب، ومن قصر فيه حتى تضرر بتركه مع القدرة على استعماله فهو مفرط يستحق العقوبة من الله عز وجل. إنسان جه بقى كده قال لك يا عم، لا يا عم أكل إيه وبتاع إيه، أنا متوكل على الله ولا واكل ولا شارب، لما أنت هتموت جسمك سيتضرر. والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله عز وجل من المؤمن الضعيف، نحتاج هذا الجسد. تمام. القسم الثالث بقى ما أجر الله العادة به في الدنيا في الأعم الأغلى، ويعني سبحان الله قد يخلق العادة دي لمن يشاء من عباد، زي الأدوية مثلا. العلماء اختلفوا هل الأفضل مثلا لمن أصابه التداوي أصابه المرض أن يتداوى، أم يترك هذا الأمر ويتوكل على الله. فيعني هناك قولين في هذا الأمر، والإمام أحمد كان يرجح أن التوكل لمن قوي على ذلك أفضل، ويعني بيستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم يدخل من أمة الجنة 70,000 بغير حساب. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. لا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. لكن يعني الأرجح هو حال النبي صلى الله عليه وسلم، كان يداوم على هذا الأمر، وحال إيه؟ حال اختيار الدواء. اختيار الدواء تداوى عباد الله، فما خلق الله داء إلا وجعل له دواء، عرفه من عرف وجهله من إيه؟ من جهل. لكن الحديث كان الأولين اللي احنا قلناه دول، كان يعني يحمل هذا الحديث على الرقى، على الرقى والمكروه من هذه الرقى اللي يعني يخشى فيها الشرك، لأنه قارنها بالكي والطيرة وكلاهما مكروه. يبقى الاسترقاء هنا اللي هو أن الإنسان يطلب رقية مكروهة شرعا تؤدي إلى الشرك. لكن يعني ما نذهب إليه هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، اطلبوا الدواء، اطلبوا الدواء. وقال مجاهد وعكرمة والإمام النخعي وغير واحد من السلف لا يرخص في ترك السبب بالكلية. خلي بالك، لا يرخص في ترك السبب بالكلية إلا لمن قطع قلبه عن الاستشراف إلى المخلوقين بالكلية. يبقى دي أصحاب مقامات عالية جدا، زي سيدنا الصديق في نهاية حياته لما قالوا نطلب لك الطبيب، قال إيه؟ قد جاءني الطبيب. يبقى ده خلاص انقطع قلبه، وسبحان الله العلماء لهم توجيهنا، قال هو أصلا أيقن أن الموت آت لا محال، فخلاص هي مسألة وقت وخلاص انتهى الأمر ولن ينفع معه العقاقير. وسئل إسحاق بن رهوية رضي الله عنه قال هل الرجل أن يدخل المفاز بغير زاد؟ سبحان الله، يعني إنسان
يدخل الصحراء كده بغير زاد، قال إن كان الرجل مثل عبد الله بن جبير فله أن يدخل المفازة بغير زاد، وإلا لم يكن فلا يحق له أن يدخلها بغير زاد. يبقى عايز يقولك إن هذا الرجل صاحب توكل عظيم جدا على الله عز وجل، وإذا دخل هذه المفازة الله عز وجل بقدرته وحكمته ينجيه من مخاطره. فإذا كنت في إيمان وتوكل عبد الله بن جبير فافعل. وطبعا كلنا سبحان الله مقصرون، يعني سبحان الله لا نساوي أحذية هؤلاء. نسأل الله عز وجل أن يردنا إلى دينه مردا جميلا، وأن يرزقنا صدق التوكل عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الحليم لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.